قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. أي رواية. وفي رواية لهذا الحديث: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. فروايتين، فمنقول نحن اثنين، يعني منقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، منقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، حتى نكون عملنا بالروايتين اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث أن الذي يؤمن بالله ورسوله من غير ارتياب وبأن دين الله الحق هو الإسلام فقط، ليس هناك دين رضيه الله لعباده سوى الإسلام. من قال هذا أي على الدوام بأن يقول كل صباح وكل مساء بعد المغرب، قلنا الصباح من أذان الفجر إلى 3 ساعات ونصف، والمساء من أذان المغرب إلى 3 ساعات ونصف بعد غروب الشمس وبعد الفجر، هذا كان حقا على الله أن يرضيه، أي أن له عند الله وعدا لا يخلفه الله تعالى أن يرضيه بعد موته، أي أن يجعله بحالة حسنة، وذلك بالنجاة من عذاب الله تعالى، يعني الذي يحافظ على هذا الله ينجيه من العذاب، إن هذا من أسرار هذا الدعاء. فمن أراد العمل بهذا الحديث يجمع بين اللفظين، مرة يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، ومرة يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فيكون عمل بالروايتين. يعني هذا بيكون احتاط، لأنه أحيانا الراوي يروي كلمة ثم تأتي رواية بكلمة أخرى، فللاحتياط نعمل باثنين، نكون تأكدنا أننا فعلنا بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأولى عن المنيذر يقول الرسول: فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة، يعني الرسول يأتي إلى باب الجنة صلى الله عليه وسلم، ثم كل واحد كان يحافظ عليها كل صباح، ما يترك ولا مرة واحدة، يمسك بيده ويدخله الجنة. فإن كانت امرأة يمسكها فوق القميص ويدخلها الجنة، لأن وعد الرسول حق سيحصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.